ولا يزال أحدنا يضع رأسه على الوسادة قبل منامه يفكر في أشياء كثيرة، لكنه ما فكر ليلة أن يكرمه ربه في منامه ذلك برؤيته صلى الله عليه وسلم. ما لم يخش أحدنا أن يكون من الحرمان في حياته أن يعيش 30 سنة 40 سنة 60 سنة بلياليها وأيامها، رأى كل شيء في منامه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. تخشى أن يكون حرمانا والله، وتخشى أن يكون خذلانا، لكن لا بأس طالما في العمر بقية فليبقى في رحمة الله طمع، وليبقى في عظيم كرم الله أمل أن يغفر أحدنا بذلك. فأمامه خطوات يسلكها وطريق يسير فيه. عندما ينجح أحدنا في أن يملأ حياته معرفة بشكله وهيئته ومنظره وهديه عليه الصلاة والسلام، يزرع قلبه حباً، فإذا ما نام ووضع رأسه على الوسادة كان آخر ما فكر به قبل أن يغمض عينيه ويقبض الله روحه أن يكون مناه أن يظفر ولو برؤية عابرة له عليه الصلاة والسلام. ويوماً بعد يوم مع حرص واقتراب تام وازدياد من اتباع سنته وحمل للنفس على الاقتراب أكثر فأكثر، يجد منيته وبغاه وفضله بإذن الله الكريم جل في علاه.